في حياة الأمر خلونا نرجع وراء كام شهر كده تحديداً لاستضافة مصر لحدث كان هو أكبر حدث يمكن كانت أنظار العالم كلها بتتجه لمدينة السلام شرم الشيخ تحديداً لاستضافة مصر لحدث بيئي هو الأكبر في العالم هو COP27. كل يمكن مؤتمر قمة المناخ كان في حضور لكل قادة العالم بشكل يعني أغلب يعني وده كان لمناقشة أزمات التغيرات المناخية الطارئة في العالم. مصر في الحدث ده تحديدا أثبتت جدارتها وأثبتت كمان قوتها وحققت إنجازات ملموسة في الملف البيئي خلى العالم كله يشيد بيها خصوصا بعد انتهاء فعالية القمة. يمكن في ناس فاكرة أن مصر كانت بتهتم بهذه القضية وهي قضية التغيرات المناخية تحديداً لحصولها على تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، لكن حقيقة الأمر ما كانتش كده. حقيقة الأمر لو رجعنا وراء لتسع سنين هنلاقي أن مصر كانت الدولة المصرية بتعكف على عدد من المشروعات اللي بتتجه للاقتصاد الأخضر تحديداً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان نقدر نواجه يا جمانة ظاهرة يمكن كانت هي ظاهرة العالم كله بيتحدث فيها وهي التغيرات المناخية. يمكن هذا الشك حتى يعني ما ينفعش يكون مقبول لسبب واحد، احنا كنا حاضرين في هذا المؤتمر او في هذه القمة COP27 بمشروعات بالفعل كانت موجودة ومبادرات كانت موجودة على ارض الواقع، فيعني حتى ما مش عارفة ممكن حتى يكون التفكير ده او الفكرة دي جت من، على اي حال زي ما احنا بنتكلم عن ملف البيئة الحقيقة انه شهد منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في هذا المجال، المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، ده بكل تأكيد نابع من إيمان سيادة الرئيس بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة اللي بتطمح ليها مصر عشان تكون موجودة ضمن أولويات الأجندة الوطنية. يعني على سبيل المثال مصر أحدثت طفرة في إشكالية الحد من تلوث الهواء، وده يعني من خلال إنشائنا مجموعة كبيرة جدا من محطات رصد ملوثات الهواء واللي وصلت ل 120 محطة رصد موزعة على كل المناطق المختلفة في مصر. مش بس كده، كمان أطلقنا المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي شغالين على زراعتها بقوة في كل المحافظات المصرية، ده غير كمان يمكن مشروعات كتير جدا يا احمد. صحيح يا جمال، يمكن انت اتكلمتي وقلتي يعني عدد من المشروعات والمبادرات اهمهم طبعا مبادرة 100 مليون شجرة، المبادرة اللي كانت بتحد او الهدف الرئيسي منها اللي هي تحد من الملوثات اللي موجودة في الهواء ويبقى عندنا هواء نظيف في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة، لكن ده كمان بالاضافة لاشواط كبيرة قطعناها في ملف توطين صناعة الهيدروجين الاخضر اللي خلاص مصر بقت قريبة جدا من تنفيذه بقيمة 40 مليار دولار في الفترة اللي جاية. مصر راحت لتنفيذ هذا المشروع لأن هذا المشروع أو هذا الوقود تحديدا هو وقود المستقبل الصديق للبيئة اللي هيقدر يوفر لنا المستقبل وجوانب بيئية وانخفاضات قوية في التكلفة المادية تحديدا للكهرباء. مش بس الهيدروجين الأخضر باعتباره واحد من مصادر الطاقة النظيفة، لكن يعني كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه ايضا بانشاء مشروع محطه الضبعه للطاقه النوويه، وده علشان ننوه او يبقى عندنا عدد كبير من مصادر الطاقه ونقلل كمان اعتمادنا على الوقود الاحفوري اللي بيساهم المشروع ده في حمايه البيئه من خلال توليد طاقة نظيفة خالية من أي انبعاثات كربونية. بنتكلم على هيدروجين أخضر، بنتكلم على محطة الضبعة للطاقة النووية تحديداً لانبعاثات الكهرباء، بنتكلم على عدد كبير جداً من المشروعات بتؤكد أن مصر كان عندها اهتمام بهذا الملف، هو ملف الطاقة النظيفة، ملف أيضاً مش بنتكلم على COP27 اللي هو احنا هننظمها فيلا النهارده كلنا جهود الدولة بالظبط، لا احنا في تسع سنين من العمل الجاد. اكيد يعني بما ان انت بتتكلم كمان عن ملف الطاقه والكهرباء تحديدا يا احمد، ما ينفعش ننسى ابدا مشروع محطه دنبان للطاقه الشمسيه اللي بيعتبر اكبر مجمع للطاقه الشمسيه في العالم، بيضم 40 محطه شمسيه بتنتج 2000 ميجا وات من الكهرباء. كمان بيساعد هذا المشروع في حمايه البيئه من خلال استغلال طاقه الشمس كمصدر متجدد ونظيف لإنتاج الكهرباء. يعني الحقيقة لو اتكلمنا عن هذا الملف ما اعتقدش ان المقدمة ممكن توفي حقه، لانه في لسه ارقام واحصائيات ومشروعات ومبادرات عملتها الدولة المصرية عشان تحد من الآثار السلبية على التغيرات المناخية والبيئية.
النهارده في هذه الحلقه هنتكلم تحديدا عن هذا الملف باستفاضه وافيه عشان نجاوب على السؤال: كيف كان ملف البيئه في مصر قبل 30 يونيو وكيف اصبح في الوقت الحالي؟ خليكم معانا، نصبح على حضراتكم جميعا يوم سعيد وصباح الخير يا مصر.